Hello everyone, welcome to my department of Sahmar High School. The objective of this tutorial is to solve a question in probability concerning table. Let's start. In Sahmar High School, the total of 50 students of the second secondary scientific year are distributed as shown in the below table, offshore according to their sessions A, B, and C. Session A, we have 10 boys and 8 girls. In session B, we have 8 boys and 9 girls. In session C, we have 3 girls and 12 boys. Part A. The president of the school wants to choose randomly one student from each session. Pay attention to the experiment. In part A, experiment, president of the school, مدير المدرسة بده يختار تلميذ من كل شعبي. شعبي A, شعبي B, شعبي C. 1, 2, 3, 4. Calculate the probability of the following. He chooses 3 boys, 2 boys and 1 girl. Only a boy from session A, at least one boy, which is called event E. Part B, أكيد في عندي part A و B و C. Part B, the president of the school chooses 4 students randomly and simultaneously out of 50 students. فإذا هون المدير عم يختار 4 من 50. For example, اعتبروا أنتم صرتوا بالملعب هون، المدير عم يختار 4 من كل البكالوريات. ما عم يفوت بتفصيل شعب، هلا بعدين يمكن يفوت بتفصيل يمكن لا، بس عم يختار 4 من كل البكالوريا، يعني انتم قدامه صرتوا هلا فور اكزامبل بالملعب موجودين. بارت 1 2 3 4 اند 5 بتجيب البروبابيلتي لهي. خلال الحل اكيد بنحكي بكل وحده حتى ما نضيع وقت لنكسب الوقت. كمان 6 و7 بارت سي، هون المدير غير الاكسبيرمنت. جمع الطلاب بالبلاي جراوند بالملعب فور اكزامبل 50، لكن بده يختار باي اسلوب 3 students randomly and successively، يعني بده يختار تلميذ ورا تلميذ. هون بصير في اوردر، هون ما في اوردر، في كومبينيشن. عم يختار 4 من 50، there is no order. لما عم بيقول لي شو simultaneously، بينما هون في عندي successively، يعني الاوردر بغايه الاهميه. بخلال الحل بدي التفت للاوردر. Let's start by solution. Part 1، أول شيء عم بيقول لي 3 boys. First of all, we complete the table. بالنسبة للصف session A، شعبي A، في عندي 10 ب 8 بصير التوتال للطلاب 18، هيدي 17، هيدي 15، توتال للصبيان بثلاث شعب 21، للبنات بثلاث شعب 29، كل الطلاب بالبكالوريا عندي 50 موزعين بهالشكل. فإذا كل وحدة منها has its own specific meaning. يعني مثلا هاي هون 8 طلاب هني، عندي 8 صبيان بالشعبي بي، هيدي عندي 12 بنت بالشعبي سي اند سو اون. اول شيء بيقول لي جيب لي بروبا ل 3 بويز. احتمال انه يختار المدير 3 بويز، يعني طبيعي حيختار بوي من هون وبوي من هون وبوي من هون. Don't forget the experiment. Choose randomly one student from each session. طيب بكم طريقه بيختار بوي من هون؟ باربع، ب 10 ways. من اصل مين عم يختار؟ من اصل هول 18. فاذا هي 10 out of 18. برجع بعيد، in how many ways the president of a school can choose a boy from session A. This is can be done by 10 ways. But he chooses out from a collection of 18 boy. 18 شو اسمه students. This is why probability to choose a boy from A هي 10 out of 18. طيب، boy من البي كمان هي 8 out of 17. باي من السي هي 3 out of 15. 3 ممكن يختار، هاو 3 ممكن يكون اسم مثلا محمد علي حسين. المدير عنده حرية الخيار، يا بيختار محمد يا علي يا حسين بثلاث احتمالات. من اصل مين عم يختار؟ من الصف كله سوا اللي هو 15. هذا هو الجواب اكيد على الكالكوليتر. 2، 2 boys and 1 girl. طب مجرد ما اقول لك 2 boys and 1 girl بدك تتساءل، هالمدير مو عم يختار الجيرل؟ عنده ثلاث احتمالات to choose a girl. A girl can be chosen from من هاي الشعبي أو من هاي الشعبي أو من هاي الشعبي. فإذا boy من ال A، boy من ال B، girl من ال C، أو boy من ال A بتجي girl من ال B، boy من ال C، أو girl بيختارها المدير من أول شعبي كمان boy من هون و girl من هون. Two boys and one girl، عفوا هيدي، فإذا هيدي بوي، انتبهوا لها لو سمحتوا، هيدي بوي من السي. بهذه الحالة بيختارون كل شيء أكيد من العدد. 3
only a boy from session A. فإذا انتبه للكلام هون، المدير حيختار بس الباي من السيشن A. شو يعني بس الباي من السيشن A؟ يعني إجباري من السيشن B ومن السيشن C بده يختار مين؟ الجار. طيب الجار محسومة صارت من هون، والباي بس من هون. الباي من هون بكم طريقة؟ البروبا 10 من 18، الجار من هون بكم طريقة؟ هي 9 من 17، وكمان الجيرل من هون هي 12 من 15. هيدي كلمة only boy from session A، يعني المدير بس حيختار صبي من ال A، يعني حكما من ال B وال C بده يختار شو بنات. complete he chooses at least one boy. دايما at least one بنعمل عكسه، عكس ال at least one no one، ما حدا. شو يعني أقل صبي؟ عكسه ولا صبي. شو يعني ولا صبي؟ يعني ثلاث طلاب اللي بده يختار المدير هني بنات. شو يعني ثلاثتهم بنات؟ يعني جار 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 من كل الشعب. هذا الجواب. بروبا لاي هي واحد ناقص بي لاي بار هي 1 ماينس 16 اوفر 85، وهذا هو الانسر. فاذا دائما بس يقول لك at least one، نصيحه عمال I advise you to make the complementary of the event. So this complementary facilitates بيسهل عمليه الحل. Process of solve. This is why we make complementary. جيب البروبا لاي بار، بعد ما جيب الاي بار طبيعي هذه واحد ناقص. Part B. هون المدير عم يختار أربعة من مين؟ من 50 تلميذ. يعني مثل ما قلت لكم من شوي كأنه هني صاروا بالملعب. بكم طريقة بيختار بنت؟ طب لما بيقول لك عم يختار بنت، اسمعوني منيح، والمدير عم يختار أربعة طلاب. بس وحدة بنت، يعني طبيعي كمان ثلاث صبيان. في طلاب بتجاهلوا هاي، بينسوها لهاي. بينسوها. It is a great mistake. انتبهوا لها، هذا خطأ كتير كبير. يعني بس يقول لك بنت وحدة، لأنه المدير عم يختار أربعة، يعني حكما في ثلاثة حيكونوا صبيان. هيدي انتبهوا لها بغاية الأهمية هذه الملاحظة. فإذا بنرجع للحل. بكم طريقة بيختار 1 girl and 3 boy؟ أكيد الجيرل من الجيرل سي 1 من 21، هاي هون الجيرل. هون ما عم بفوت بتفصيل الشعب، ها بعد شوي بنفوت. 3 boys بتختارها من هون سي 3 من 29 على سي 4 من 50 هو التوتال. ها هو الجواب على الكالكوليتر. أربعة boys of the same session، لما أربع صبيان من نفس الشعب، يعني حيكون أربع صبيان من الشعب A وأربع صبيان من الشعب C. أكيد ما في إمكانية يختار المدير أربعة من الشعب C، لأنه عدد البويز هون ثلاثة. فإذا بكم طريقة بيختارهم؟ فإذا بويز من الـ A سي أربعة من 10، بويز من الـ B سي أربعة من 8، and so on. هذا هو الأنسر. عم بيقول لي بكم طريقة المدير calculate the probability that the president of the school chooses four boys from session A. من السيشن A، هيدي مش conditional ordinary، انتبهوا لها. اختار أربعة صبيان من السيشن A، فإذا بده يختارهم بصير أربعة من 10. هي أكيد على الطول. هون conditional. What is the probability that the president of the school chooses four boys given that given conditional بشرط، يعني شو معنات given that so that such that بشرط هني من السيشن A. تغير السؤال. هلا المدير ما عاد عم يختار من الخمسين. هلا المدير شو عم يعمل؟ عم يعمل ignore لكل هو. هو ما عادش لهم علاقة. مديرنا شو بدك تختار؟ بيقول لي انا بدي اختارهم كلهم من ال A. بقول كلهم من ال A. بقول له شو علي اذا كلهم من ال A بتختارهم من هون؟ تغير التوتال سي 4 من 18. كم عندك صبي من الـ A؟ هي سي 4 من 10، يعني الاحتمالات 7 على. طيب 5 بس لمحي على السريع. بيقول لي in how many ways the president of the school can choose one boy and three girls given that or knowing that or so that هن من السيشن مين سي. بيقول له للمدير بدك تختار من السيشن سي. فإذا وي إجنور، خلص هاو ما عادش لهم عليها. المدير عم يختار الأربعة من وين هلا؟ من هون. شو التوتال؟ يعني سي أربعة من 15 أكيد. بكم طريقة بيختار بوي؟ عنده ثلاث طرق محمد علي حسين. بكم طريقة بيختار ثلاث بنات؟ بسي 3 من 12. أنسو أن هذا بيطلع الأنسر. هلا given
هني بويز. knowing that، هلا نحن عارفين هون المدير حيختار 4 صبيان، انتبه للكلام، حيختار المدير 4 صبيان. knowing that the 4 chosen students are boys، شو احتمال يكون كلهم من السشن بي؟ هون المدير قال لي انا بدي 4 صبيان، بقول له بدك 4 صبيان تكرم عينك. we ignore this part of the table، فإذا برجع بعيد المدير عم يختار صبيان، بنقول له ها تختار من هون، هودي الصبيان قدامك اختار من هون مثل ما بدك، بيختار بي سي 4 من 21 التوتال، ليكونوا كلهم من السيشن بي حيكون المدير عم يختارهم بي سي 4 من 8. طيب هون المدير شو عم بيقول لي؟ بارت 7، يعني عم بضطر جيب القلم تفهموا علي. calculate the probability that the 4 chosen student from session A given that they are girl، او ممكن يقول لك knowing that the 4 chosen students are girl، نحن عارفينهم بنات، شو احتمال what is the probability that are selected او chosen from session A. هون المدير بده يختار 4 من session A نحن عارفينهم بنات، بنقول له للمدير بدك هني بنات ها، بنشطب هاي وبنشطب هاي، المدير عم يختار من هو البنات only من هو اللي بالنص، توتال هو سي 4 من 29، ليختارهم من السيشن اي هن عباره عن سي 4 من 8، وهيك بنكون حلينا البارت. 50 students are accumulated in the playground. The president of the school chooses 3 students randomly and successively، يعني واحد ورا واحد. بهذه الحاله اكيد هون الاوردر مهم. خلينا نعطي اكزامبل ليش الاوردر مهم. فاذا بالبدايه هون المدير عم يتجاهل موضوع الشعب، مش جاي يصاب الشعب نهائيا، جامع الطلاب بالملعب وعم يختار من البنات وصبيان، يعني عمليا الشغل عم بيتم من ضمن هون. اكيد 21 هو عدد البويز كلهم سوا بثلاث شعب، 29 يعني عدد الجيرلز بثلاث شعب. فور اكزامبل اذا قال لي اول تشويس، ممكن المدير يختار بالاول علي بعدين فاطمه بعدين زينب، انتبه عم اقول اول ثاني ثالث، ممكن يختار فاطمه بالاول علي بعدين زينب، كرمال هيك الاوردر مهم. This is why these two options are different. ما في مشكل، ممكن يختار علي فاطمة زينب بعدين فاطمة علي زينب. لو قال لي combination، افترض assume مثلا the president choose the three students simultaneously مع بعضهم، ساعتها ما في order choice علي فاطمة زينب، هو ذاته فاطمة علي زينب، لما عم يختاروا مع بعضهم. هون لا، بيعيد بالأول لعلي بعدين فاطمة بعدين زينب. Let's start. Calculate the probability that the president of the school chooses boy, girl and girl in order. شو يعني in order؟ يعني sequentially بالتسلسل، بالأول بيختار البوي، بكم طريقة بيختار بوي؟ عندنا 21 صبي من 50. بكم طريقة بيختار girl؟ أكيد هلا لما المدير بيختار بوي يعني ما عادوا 50 الطلاب، صاروا 49، هاي بدها انتباه. ليختار الجال عندنا 29 جال من أصل مين؟ من أصل مش 50، من أصل 49. طب هني 50 والمدير اختار صبي وبنت، قديش بيبقى طلاب؟ 48. شو احتمال تالت مرة المدير يختار جال هي 28، كمان البنات ناقصوا بنت من أصل 48؟ هذا هو الجواب. اثنين بيقول لي calculate probability to choose president، لخ يختار 2 girl و 1 boy. أول شيء بنتسأل عنه طيب هالبوي أيمتى اختاره؟ هو بالأول؟ هو بالثاني؟ هو بالثالث؟ بدنا ننتبه له. ممكن المدير يختار بنت صبي، أو يختار البنت صبي بنت، يعني هون اختار الصبي ثالث واحد، هون الصبي ثاني واحد، هون كمان ممكن يختار الصبي أيمتى؟ أول واحد. هذه خطأ، I'm sorry ها، لأنه هو حيختار two girls، بيختار الصبي بيرجعوا البنات. طيب إذا بيختار بالأول الجار بكم طريقة؟ 29 من 50. تاني جار مختار بنت، يعني صاروا 28 من مين؟ من 49. بدنا نضل منتبهين، ما في يقول المدير، يعني إذا بدي يقول المدير بيختار تلميذ وبيرجع بيرجعه على الملعب بالصف، يعني مش منطق. منطق الأمور المدير حيختار 3 طلاب، يعني بعيد علي شرف لعندي، فاطمة شرف لعندي، زينب شرف لعندي، مش بيرجع بيقول لهم وقفوا بالصف، يعني مش منطق. كرمال هيك هون
يعني فينا نقول without replacement، يعني without repetition، مش بيختار الشغلة بيرجع بيعيدها. منطق الأمور هيك، وقال لي إذا مش مشينا هيك ما بنكون عم نوافق المنطق نهائيا. كمان بنت نفس الأمر، كمان إذا بده يختار بنت عنده، عفوا هون حاط الصبي بالأول، مهم صبي بالأول ما في مشكلة، عفوا لا هاي صارت لهاي، I'm sorry. قال 29 من 50، البوي 21 من 49، وهون بضل من 48 لأنه اختار قبل 2. نفس الشي هون، اختار أول وحدة من 50، الثاني من 49، والثالث من 48، وهذا هو بيطلع على الأنسر. يعني عمليا إذا بدك تحسب وحدة منها وبتضربها بثلاثة، ما هني نفس الأوبشنز، انتبه عم يتكرروا 3 مرات. إذا التلميذ بينتبه بيحسب وحدة بيضرب بثلاثة، هلا لا ولا بيحلل كل الاحتمالات، ما في مشكلة. هيك بنكون عملنا تطبيق نفسه مرة. فإذا الـ President of the school عم يختار 3 طلاب simultaneously مع بعضهم، مرة عم يختار من هالشعبة ومن هالشعبة ومن هالشعبة، ومرة المدير عم جمع الطلاب كلهم بالملعب وعم يختار 3 بأي طريقة successive بشكل متتالي، وحدة ورا وحدة. شكرا جزيلا لكم.